مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء من قناة النبأ الإخبارية. طلب عمداء بلدية مصرة وتجورة وطرابلس المركز وبسليم وسوق الجمعة وتجورة طلبوا المجلس الرئاسي المقترح بتسريع تطبيق الترتيبات الأمنية وفق جدول زمني محدد. ودعا العمداء خلال اتفاق وقعوه في مقر المجلس البلدي بمصرة وتحصلت قناة النبأ على نسخة منه، دعوا إلى الوقف الفوري للقتال في طرابلس والالتزام باتفاق الزاوية. ونوه العمداء إلى ضرورة الالتزام بمبدأ الحوار لحل المشاكل وتجريم حمل السلاح لفرض الآراء بالقوة وفق نص الاتفاق. دعا أهالي سوق الجمعة بطرابلس الجهات القضائية والأمنية المختصة إلى الكشف عن المتورطين في الأعمال الإجرامية من قتل وسرقات وقصف عشوائي لمنازل المدنيين. وطلب الأهالي في بيان لهم الأحد المبعوث الأممي غسان سلامة بالإفصاح عن كل من تورط في القصف العشوائي على منازل المواطنين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص. كما دعا الأهالي كافة الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار، داعين المجلس الرئاسي المقترح للإسراع بتنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية المدنيين وتوفير الموارد اللازمة لدعم النازحين والمتضررين من الاشتباكات. طالب المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني في ليبيا المسؤولين بنزع سلاح الميليشيات خصوصا التي تحمل الفكرة المدخلية المتطرف. وأكد المجلس في بيان تحصلت قناة النبأ على نسخة منه أن أصحاب الفكر المدخلي بحملهم السلاح وتكفير كل من يخالفهم لا يختلفون عما وصفوهم بالدواعش، ومشيرا إلى أن توافد المداخل في كل المدن إلى طرابلس يذكر بتوافد الدواعش إلى مدينة سرت. وجدد المجلس في بيانه الدعوة للشعب بالوقوف صفا واحدا ضد الأفكار المستوردة التي لا تحمل إلا الفتنة والتضليل والتكفير. قالت إدارة شؤون الجرحى إن 9 أشخاص قتلوا وجرح 18 آخرون جراء اشتباكات السبت جنوبية طرابلس. وأكدت الإدارة عبر صفحتها على فيسبوك مقتل 115 شخصا وجرح 560 آخرين منذ بداية الاشتباكات وحتى 22 من الشهر الجاري. وأشارت إدارة شؤون الجرحى إلى أنه لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين، فيما تمكنت من إجلاء 156 عائلة وإغاثة 264 آخرين. قال رئيس مجلس النواب عقيل صالح إنه لا توجد أي ضغوط خارجية على المجلس من أجل إصدار دستور من عدمه. ودعا صالح في لقاء متلفز المواطنين إلى محاسبة نوابهم الذين تغيبوا عن جلسات المجلس السابقة رغم قدرتهم على الحضور وفق قوله. وفيما يخص برنامج الإصلاحات الاقتصادية، أكد صالح بأن المجلس لم يتلقى أي شيء بالخصوص حتى هذه اللحظة بحسب تعبيره. ختام الموجز، شكرا لكم ودمتم في أمان الله.